الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تفسير سفر المزامير لابون أنطونيوس فكري، المزمور 24. يرى بعض المفسرين أن داود رتل هذا المزمور عند إصعاد تابوت العهد من بيت عبيد أدوم إلى جبل صهيون، والتابوت يمثل الحضرة الإلهية في موكب يرتفع إلى مدينة الله المقدسة على قمم الجبال العالية. ويقول يوسيفوس أن سبع فرق مرتلين وموسيقيين كانوا يتقدمون التابوت مرتلين هذا المزمور في هذه المناسبة. وبروح النبوة رأى داود السيد المسيح صاعدا إلى مقدسه السماوي، والمسيح في صعوده أعطى للإنسان أن يصعد معه إلى السماء التي فتحها هو. ولكن المرتل هنا يذكر أن من سيصعد مع المسيح له مواصفات معينة، أي من له أعمال صالحة. مزمور 22 حدثنا عن المسيح المصلوب، ومزمور 23 حدثنا عن الراعي الصالح الذي بصلبه يقودنا إلى مراع خضراء، ومزمور 24 نرى فيه موكب مقدس غالب داخلا من خلال أبواب السماء المفتوحة، والملك الممجد وسط شعبه يصعد بهم إلى أمجاده السماوية. ولذلك تنشد الكنيسة هذا المزمور في عيدي القيامة والصعود، فهذا المزمور نقول في تمثيلية القيامة، فالسيد المسيح نزل إلى عالمنا ليملك علينا بصليبه، وهو يقدس حياتنا ليهبنا الاستحقاق لندخل لموضع قدسه. ونسمع هنا عن ألقاب المسيح: ملك المجد، الرب الجبار في الحروب، رب الجنود، لأن دخولنا إلى السماء احتاج أن يهزم هو الشيطان أولا، وما زال يحاربه ويغلب فينا حتى الآن، فالمعركة لم تنتهي. ونرتل هذا المزمور في الساعة الثالثة، فهو مزمور الصعود، والصعود أعقبه حلول الروح القدس. الآيات 1 و2: للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. الرب خلق الأرض كلها، ونرى في خلقة الأرض قدرة الله. ولكن قبل المسيح لم يعرف الرب سوى اليهود، وبعد المسيح عرفته المسكونة كلها وآمنت به، إذ ملك بالحب على كل المسكونة. في فرح داود بصعود التابوت والشعب يسبح، رأى بروح النبوة المسكونة كلها ممثلة في كنيسة العهد الجديد مسبحة لملكها المسيح وهو في وسطها، بل رأى هذه الكنيسة صاعدة للسماوات مع عريسها على البحار أسسها. في بداية الخليقة كان روح الله يرف على وجه المياه ليخلق ويبدع من أجل الإنسان محبوبه، فيتمتع الإنسان بالأرض، والعالم الذي نعيش فيه يشار له بالبحر لماؤه المالح الذي لا يروي وتقلباته. أما الأنهار فتشير لمصادر الخيرات، ولكن المسيح ثبت كنيسته وسط هذا العالم المتقلب على الأنهار، والأنهار تشير للروح القدس الذي أرسله المسيح بعد الفداء ليقود المؤمنين كخليقة جديدة في المسيح، ويثبت هذه الخليقة الجديدة في المسيح وسط آلام هذا العالم المتقلب ويعزيهم على الأنهار ثبتها. الآيات من 3 إلى 6: من يصعد إلى جبل الرب، ومن يقوم في موضع قدسه، الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل في نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب. سلاح من يصعد مع المسيح. ونلاحظ أن جبل الرب هو موضع قدسه وهو أورشليم السمائية، وهنا نرى أهمية الأعمال مثل نقاوة القلب وطهارة اليدين والجهاد عموما، وهذا هو منهج الكنيسة الأرثوذكسية. ومن يجاهد لكي ينقي قلبه يعين الله، ومن يسهر على نقاوة قلبه يصير قلبه سماء مقدسة يسكن فيها الله. ونلاحظ أن حياة المؤمن هي صعود مستمر ونمو مستمر، فمن يتغذى ويرتوي بمياه الأنهار الروح القدس ينمو ويكون له ثمار. الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل، أي لم ينشغل بتفاهة هذا العالم وملذاته، ومن صنع هذا ينال بركة من الرب. هؤلاء الذين يبتغون وجه إله يعقوب وليس العالم. الآيات من 7 إلى 10: ارفعنا أيها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيها الأرتاج رؤوسكن، وارفعناها أيتها الأبواب الدهرية، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد. سلا في الآيات 1 و2: رأينا الله الملك الخالق،
الخلقة الأول آدم والخلقة الثانية في المسيح. وفي الآيات من 3 إلى 6 نرى الله الملك الذي يقدس شعبه، وهنا نرى صورة الملك الغالب المسيح الذي صار إنسانا ثم صعد بجسد بشريتنا إلى السماء، كما أصعد شعبه من مصر ها هو يصعد شعبه من العالم للسماء. نرى فيه صورة الغلبة، فهو جاء ليدخل عالمنا كمحارب يحارب باسمنا ولحسابنا. وهنا نرى الملائكة في موكب المسيح الصاعد ينادون على الملائكة حراس أبواب السماء ليفتحوا الأبواب لملك المجد، ليفتحوا أبواب السماء، الأبواب الدهرية. وكلمة دهرية لا تشير لأبواب الخيمة أو حتى أبواب الهيكل، لقد عبر داود بفكره من الرموز إلى الحقائق، ومن صعود تابوت العهد إلى جبل صهيون إلى صعود المسيح بجسد بشريتنا للسماء. وما كان ممكنا أن تغلق أبواب السماء أمام رب السماء، ولكن الغريب بالنسبة للملائكة أن تجد رب السماء له جسد بشري. وكأن الملائكة تتساءل من هذا الإنسان الذي يفتح له أبواب السماء؟ فالإنسان بسبب خطيئته أغلقت أمامه أبواب السماء، أبواب العدالة الدهرية، وها هو رب الجنود يفتحها له. وهذا ما سبب ذهول الملائكة فتساءلت، بل نزل الرب أولا إلى الجحيم وفتح أبوابه الدهرية التي كانت أغلقت على الإنسان لمدى الدهر. وهنا تأمل، فقلوبنا مغلقة بسبب شهوات هذا العالم، والمسيح واقف على أبواب قلوبنا يقرع ليدخل. فهل نفتح ونتخلى عن الخطايا المحبوبة؟